شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم حول التوبة، الحديث في هذا الموضوع يدور حول مباحث. المبحث الأول في مفهوم التوبة، المبحث الثاني في المقدمات الوجودية للتوبة، المبحث الثالث في إمكانية التوبة. أما البحث الأول وهو البحث في مفهوم التوبة، التوبة عرفت بتعاريف متعددة، وإحدى هذه التعاريف تعريف التوبة بأنها عبارة عن الرجوع عن الذنب القلبي والقولي والعملي. قبل أن نشرح هذا التعريف، لا بأس بالإشارة إلى ملاحظة، وهذه الملاحظة هي أن الذنب تارة يطلق ويراد به معناه الأخص. المعنى الأخص للذنب عبارة عن الذنب المطلق، يعني الذنب الذي يعتبر ذنبا بالنسبة إلى الجميع، وهذا المعنى هو الذي يتبادر إلى أذهاننا حينما تطلق هذه الكلمة.
إذا كان المراد بالذنب هذا المعنى فهذا التعريف الذي ذكرناه إنما يكون للمرتبة الأولى من التوبة. أما إذا أريد من الذنب معناه الأعم المعنى الأعم للذنب هو الذنب النسبي وهو الذي ورد هذا المعنى الثاني في كثير من الآيات والروايات. الذنب بهذا المعنى إذا كان فالتعريف الذي ذكرناه يشمل الجميع، يشمل حتى الأولياء ويشمل حتى الأنبياء ويشمل حتى الأصفياء ويشمل حتى الخواص، لأن هؤلاء الأنبياء لا يذنبون. فإذا وردت في الروايات كلمة أو في الآيات تشير إلى هذا المعنى فإنما يراد بها الذنب النسبي. على كل حال هذا بحث يجب أن يفصل في محله. إحنا نقتصر على هذه المرتبة المتاحة لنا نحن الأفراد العاديين، ما علينا الآن بالتوبة من الذنب. ذنب بمعنى اضطراب السر، ما علينا بهذه المرتبة. الذنب بمعنى تلوين الخواطر، ما علينا بهذه المرحلة لأننا وأمثالنا لسنا من أهل تلك المراتب. الذنب بمعنى الاشتغال بغير الحق، هذا معنى يفرض في الأولياء ويفرض في الأوصياء ربما ويفرض في الخواص. على كل حال الذنب بأي معنى كان، نحن نريد في هذا الحديث الذنب بالمعنى الذي نفهمه، ونريد بالتوبة التوبة من مثل هذا الذنب اللي هي مرتبتنا. التوبة عبارة عن الرجوع عن الذنب القلبي والقولي والعملي. أولا الرجوع عن الذنب القلبي، هل القلب له ذنوب؟ الجواب نعم، كما أن الجوارح تذنب القلب أيضا يذنب. الله تعالى يقول فإنه آثم قلبه، القلب أحيانا يكون آثما. كيف يكون القلب آثما؟ الشك ذنب من الذنوب، التشكيك في بعض مراتبه وفي بعض درجاته هذا يعتبر ذنب من الذنوب. الإنسان يجب عليه أن يحول دون ذلك بالمطالعة وبالتفكير. سوء الظن
واحد يظن سوءا بالناس، الزوج بزوجته، الزوجة بزوجها. أكو بعض الأفراد قلوبهم مريضة، يكثرون سوء الظن بالمجتمع وبالناس، هل هذا ذنب؟ الفقهاء يقولون نعم، إذا كان سوء الظن كثيرا، يعني مرة أحيانا واحد يظن سوءا بأحد اتفاقا، هاي رذيلة من الرذائل الأخلاقية. ولكن إذا واحد يكثر سوء الظن بالأفراد، هذا يعتبر ذنب من الذنوب القلبية. شيء هذا جدا متداول، ولعله من كثرة تداوله أصبح من الأمور العادية عند بعضنا، عدم إنكار المنكر بالقلب. هذا الشيء عادي صاير عند كثير منا أو عند بعضنا، إحدى الواجبات القلبية. يعني شلون الحج واجب؟ إحدى الواجبات القلبية إنكار المنكر بالقلب. يعني واحد عندما يمر على ذنب، يرى امرأة متبرجة، يشوف صورة امرأة متبرجة بالجريدة، ينكر ذلك، يتأثر من ذلك، لأن هذا انتهاك لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا انتهاك، هذا الرجل أو هذه المرأة تنتهك حرمة الأوامر الإلهية، هذا ذنب. الإنسان أحيانا يمر على هذه الذنوب بشكل طبيعي، صاير كأنه جزء من حياتنا، التلقي لهذه الذنوب تلقي طبيعي، هو هذا الذنب من الذنوب. الإنسان عندما يرى منكرا ينكر هذا المنكر على الأقل بقلبه، إذا ما يتمكن بلسانه، إذا ما يتمكن بيده، على الأقل بقلبه، يعني يتأثر من ذلك. مثلا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مو أنه يشوف أن هذه المظاهر مظاهر طبيعية ويمر عليها مرورا طبيعيا، هذا الذنب. عدم راجع كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتب الفقهية، عدم إنكار المنكر، هذا الذنب من الذنوب. يعني إنكار المنكر هذا واجب من الواجبات بالقلب، يعني لا تصير هذه المظاهر مظاهر طبيعية عندنا، لا، واحد يشوف أن هذا مظهر غير طبيعي. هذه مجموعة من الذنوب القلبية. التوبة أولا عبارة عن الرجوع عن الذنب القلبي. واحد ينقلع عن هذا الذنب، هذا أولا. ثانيا الرجوع عن الذنب القولي. الغيبة ذنب من الذنوب القولية، التهمة، النميمة، الإهانة، السخرية، هذه كلها ذنوب قولية. المرتبة الثالثة الرجوع عن الذنب العملي. الذنب العملي يعني النظر إلى الأجنبية، الذنب العملي يعني سماع ما حرم الله، الذنب العملي يعني الإسراف والتبذير اللي الآن جدا متداول عندنا. هذا الرجوع
عن الذنب القلبي والقولي والعملي هو الذي يطلق عليه التوبة. المبحث الثاني: المقدمات الوجودية للتوبة. في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان التوبة تتوقف على مقدمات وجودية، وهذه هي مشكلة التوبة. التوبة في بعض الأحيان تحتاج إلى قرار صعب، هذا نوع من الامتحان الإلهي. الإنسان يحتاج إلى بعض المقدمات حتى تتحقق التوبة. واحد لازم يتحمل مرارة هذه المقدمات. التوبة في بعض الأحيان تكون مرة، تحتاج إلى قرار صعب. نمثل بعض الأمثلة. واحد ينبغي أن يلاحظ أن توبته تتوقف على أي مقدمة من هذه المقدمات أو مقدمة أخرى. أولا، المقدمة الوجودية للتوبة قد تتمثل في الهجرة المكانية. الهجرة، واحد يشوف في المكان الذي هو فيه، في البلد الذي هو فيه لا يستطيع التوبة، الظروف أقوى من المكان، أقوى من مغلوب وضعيف في هذه الأجواء وفي هذا المكان، يجب عليه أن يهاجر وجوبا مقدميا. الهجرة قرار صعب. الهجرة نوع من أنواع الشهادة، لأن الشهادة الشهيد يفقد مستقبله والمهاجر يفقد ماضيه، نوع من أنواع الشهادة في الواقع. ولكن إذا توقفت التوبة على الهجرة، واحد ما يتمكن، يجب عليه أن يهاجر. عندنا في التاريخ كثير من الأفراد شعروا أن المكان أقوى منهم، ما يتمكنون يحفظون دينهم وإيمانهم في هذه الأجواء فهاجروا. كثير من الأفراد، واحد منهم أخو المأموم القاسم المؤتمن هاجر. الرجل اللي كان يمكن أن يكون خليفة، يعني كان يكون إلى مقام المأمون أو مقام الأمين، ابن هارون ابنه، هذا الرجل في يوم من الأيام هاجر وتحول من بيت الملوكية إلى عامل بناء، عامل بنا. هذا الرجل الهجرة إذا توقفت حقيقة هذا قرار مشكل. واحد يفقد كل شيء من أجل الله ويتحول إلى عامل بناء، عامل يعمل لقاء درهم أو درهمين، هذا يحتاج إلى قرار. ثانيا، المقدمة الوجودية قد تتمثل
في تغيير نمط العلاقات الاجتماعية. إذا في يوم من الأيام واحد شعر أن هذا الصديق دا يجر إلى جهنم، يحاول وياه، يعظه، ينصحه، لكن إذا شاف ما يفيد، هذا مو قابل للتغيير، يجب عليه أن يتركه. الحاج أغا حسين القمي رحمة الله عليه، هذا المرجع الكبير، كان يقول أنا حاضر أروح مع صديقي إلى باب جهنم، يعني أي مكان يروح أنا أروح وياه حتى إلى باب جهنم، ولكن إذا أراد أن يدخلني في نار جهنم بعد انتهى. هذا الصديق دا يوديني إلى نار جهنم، مجالسه مليئة بالغيبة والتهمة والنميمة، كلما فعلنا معه ما يفيد. واحد يقطع وياه، مو يقطع بعنف، يتركه. المجلس الذي يحضره هذا لا يحضره. هذه مقدمة وجودية للتوبة، تغيير نمط العلاقات الاجتماعية. الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى النوع الأول يقول الهجرة المكانية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هاجروا. الله فقط خالق هذه البقعة الجغرافية؟ لا، بلاد الله وسيعة، هاجروا إلى بلد ثاني. الله تعالى بالنسبة إلى الشكل الثاني، وهو تغيير نمط العلاقات الاجتماعية، يقول: ويوم يعض الظالم على يديه. هذه حالة ندم، واحد عندما يتندم يعض على إصبعه، الله يقول يعض على يديه، هذه مبالغ. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذه الآية نزلت في عقبة أو عقبة، آمن بالنبي صلى الله عليه وآله، تشهد الشهادة، ولكن صديقه وهو أبي جره إلى النار، قال له: كيف آمنت؟ أنا ما أرضى عنك. ما هي قيمة رضاه؟ شنو قيمة رضا أبي؟ قال: أنا ما أرضى عنك، كانا خليلين، ما أرضى عنك إلا أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله، ذكره باسمه صلى الله عليه وآله، وتفعل كذا وكذا. راجعوا التاريخ ماذا فعل هذا الشقي حقيقة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله عقبة أو عقب، وفعل ما فعل، وكفر بالنبي، والنتيجة شنو كانت؟ قتل يوم بدر، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. واحد يغير، إذا ماكو الأمر دائر بين الله وبين صديقي أترك هذا الصديق. النوع الأول الهجرة المكانية. النوع الثاني تغيير نمط العلاقات الاجتماعية. النوع الثالث تغيير العمل. تغيير العمل، أنا في هذا العمل ما أتمكن، أن أرجع إلى الله. هذا قرار مشكل، موظف في غرفة معه موظفة، ما
مرة يتمكن يحافظ على دينه، يحافظ على إيمانه، يحافظ على استقامته، ما يخالف، لا ينظر إليها بما حرم الله، لا يكلمها بما حرم الله. ولكن واحد يشوف ما يقدر، ما يتمكن، ما دام في هذه الغرفة فالشيطان ثالثهما، يغير عمل، يروح يسوي عمل آخر، يستقيل من هذا العمل. كيف ومن أين؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحد الإخوة من بلاد الغرب كان يقول لي، كان يقول أنا ما فهمت هذه الآية، بعض الآيات واحد ما يفهمها إلا في مواقع، يفهم عمق الآية، يعني الآية تلامس قلبه. يقول أنا ما فهمت هذه الآية إلا في بلاد المهجر، في بلاد الغرب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واحد يغير نوعية العمل، سوى عمل ثاني، ثالثا، رابعا، وبكلمة واحدة، كل شيء، كل آلة، كل وسيلة، كل جو يجر الإنسان إلى جهنم، يتمكن يقاوم يقاوم، ما يتمكن يقطع العلاقة معها. هذه الآلة أتمكن أنظر إليها وأحافظ على ديني وإيماني، ما يخالف. الوسائل المشتركة بين الحلال والحرام ما فيها إشكال، ولكن أنا ما أتمكن، أنا إذا نظرت أنظر، إذا سمعت أسمع، ما أتمكن، يقطع العلاقة. مو ضروري، الثقافة مو متوقفة على هذه الوسيلة، أكو هنالك وسائل أخرى للثقافة. ما عندنا علماء في الشرق في الغرب ما عندهم علاقة بهذه الوسائل أبدا، ثم يفتحوها ما يطالعوها. حتى في علماء الغرب الآن، حتى في الغرب أكو كتب علماء الغرب دا يألفوها في أضرار هذه الأجهزة والآلات، تحطم الإنسان، تحطم روحه، تحطم أعصابه، تحطم فكره، تحطم ثقافته، تجعله موجود مستهلك فقط، يقطع العلاقة. أنا بعد هذه الآلة اللي تجرني إلى النار ما أفتحها ولا أنظر إليها، ممكن، وكثير فعلوا هذا الشيء. أنا ما أقول هذه محرمة، واحد ليتوهم أنه هذه محرمة، مو محرم، تتمكن أن تراعي الله افعل، ما تتمكن استرح منها واهجرها. إذن الإنسان يجب أن يلاحظ أنه ما هي المقدمات الوجودية للتوبة، شنو هي المقدمة، يحاول أن يوفرها. البحث الثالث في إمكانية التوبة. الإنسان مهما كان غارق في الذنوب والموبقات يمكنه أن يتوب. واحد لا يفكر أنه ما يمكن، هذا إلقاء الشيطان، الشيطان يقول ما تتمكن بعد، أنت محكوم بهذا الجو، أنت محكوم بهذه العلاقات الاجتماعية، أنت ضعيف، أنت 20 عام عصيت الله سبحانه وتعالى، الآن تجي تغير؟ بلي الآن، الآن
بعد 40 عام، بعد 50 عام واحد يغير. الله يتقبل. رجل من بني إسرائيل أطاع الله سبحانه وتعالى 20 عاما وعصى الله سبحانه وتعالى 20 عاما. بدايته كانت طيبة، ولكن بعد ذلك أغواه الشيطان. في يوم من الأيام نظر إلى المرآة فرأى شعيرات بيضاء في لحيته أو في شعر رأسه، فتأثر كثيرا، لأنه هذه الشعيرات علامة النهاية، يعني واحد دا ينتهي دا يروح، هذا إنذار إلهي. فتأثر جدا وخاطب الله سبحانه وتعالى، ناجى الله: إلهي أطعتك 20 عاما وعصيتك 20 عاما، فإن رجعت إليك تقبلني؟ فقال الله سبحانه وتعالى، جاءه نداء كما ذكروا: أجبتنا فأجبناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. هذا الباب اللي لا يغلق. الله مو فقط يقبل وإنما يفرح. واحد أساء إليكم، اتكلم ضدكم، بعدين يجي يعتذر، تقول له ما يخالف. الله مو فقط يقول ما يخالف، لاحظوا كرم الله، وإنما يفرح. في بعض الروايات: أشد فرحا من العقيم الوالد. واحد 8 أعوام كان عقيما، بعد 8 أعوام الله سبحانه وتعالى من عليه بالولد، شلون يفرح هذا العقيم الوالد؟ الظمآن الوارد، واحد ظمآن عطشان فيجد الماء ويرد الماء، كم هو فرحه بهذا الماء؟ والضال الواجد، واحد ضال في الصحراء فوجد الطريق. الله أشد فرحا بتوبة عبده من العقيم الوالد، والظمآن الوارد، والضال الواجد. الله يقبل. لاحظوا كرم الله ولطف الله، ويفرح ويستر. شوفوا شقد لطف الله سبحانه وتعالى. مو أكو ملكان يعرفون أن هذا الإنسان مذنب مجرم عاصي؟ الله هذا الإنسان التائب ينسي ملكيه ما عرفاه وما كتباه. الملائكة الله ينسيهم، هذه الرواية موجودة في الكافي، راجعوها في الكافي. ويقول لبقاع الأرض، لأن بقاع الأرض كلها تشهد وتصور: اكتمي عليه. ويقول لجوارحه، لأن هذه الجوارح تسجل وتصور: استري عليه. يجي يوم القيامة كل شيء ماكو فيه، لا الملائكة يعرفون عنه شيء، ولا بقاع الأرض تشهد ضده، ولا جوارح.
العلامة المجلسي في مرآة العقول يضيف شيئا رابعا، يقول ربما يقال، ولو يقولها بصيغة ربما ولكن هذا مو بعيد عن كرم الله، يقول حتى الله ينسيه ذنوبه. هو يوم القيامة يجي أمام الله سبحانه وتعالى وهو ناس لذنوبه، حتى لا يخجل أمام الله تعالى، لأن واحد يقف أمام الله ويتذكر ذنوبه يخجل أمام الله. الله ينسيه ذنوبه، يزيلها عن لوح النفس. انتهى. راجعوا مرآة العقول للعلامة المجلسي، مو بعيد عن كرم الله. وأعجب من كل هذا، يقبل ويفرح ويستر بأنواع الستر. الشيء الرابع اللي قاله بعض العلماء وهو عجيب جدا، أن الله تعالى يمحو السيئة ويكتب مكانها حسنة. الله تعالى يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه النظرة اللي نظرها إلى الأجنبية الله يمحوها إذا تاب الإنسان توبة نصوحة، ويسجل مكانها مثلا ثواب النظر إلى القرآن الكريم. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كان واحد من الأفراد يقال له جهانگیر قشقائي، رجل جهانگیر خان قشقائي. هذا الرجل كاتبين في أحواله أنه كان، العبارة اللي ذاكري، مفرطا في الذنوب إفراط، وكان عنده وتر يعني آلة موسيقية كان يعزف عليها، وكان يجمع الناس حوله ويعزف لهم. في يوم من الأيام في أيام الصيف هاجر هجرة صيفية إلى أطراف إصفهان هو وقبيلته. هو في يوم من الأيام دخل إلى مدينة إصفهان فرأى شيخا طاعن في العمر في الطريق، فسأله أين يوجد فلان. كان واحد يقال له يحيى مسيحي، وكان ماهرا في صناعة الآلات الموسيقية وإصلاحها، فقال له أين يوجد هذا الرجل. وترى كان في إشكال في عطب، كان يريد يروح إلى ذاك الرجل حتى يصلح له هذه الآلة الموسيقية. فالتفت إليها الرجل، أكو بعض الأفراد يفعلون ذنوب يفعلون معاصي ولكن قلوبهم قلوب نظيفة متقبلة. يعني في يوم من الأيام فد كلمة يسمعها، فد موعظة، وإذا به تقلبه رأسا على عقب. كم من المذنبين، كم من العصاة، كم من الجنات قضوا عمرا في المعاصي والذنوب، ثم راحوا إلى الحاج وتبدلوا بعد الحاج، تركوا كل شيء، اعتزلوا أعمالهم السيئة. قلبه يبدو قلب متقبل كان. فقال له ذلك الشيخ يا أيها الرجل، أنت تشتغل بالعلم
والعمل النافع هذا أصلح لك من هذا عملك، وأنت إلى إصلاح وتر نفسك أحوج منك إلى إصلاح وتر هذه الآلة. أنت فكر في إصلاح وتر نفسك مو إصلاح هذا الوتر. هذه الكلمة أثرت فيه، هذا القلب تلقف هذه الكلمة فتغير الرجل وترك قبيلته فورا وذهب إلى مدرسة في إصفهان يقال لها مدرسة الصدر، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من جميع ذنوبه وموبقاته. هذا بعد 40، بعد 40 عام قضاها في هذه الأشياء، وتحول إلى طالب من طلاب العلم. ترقى هذا الرجل جهانجير خان وترقى وترقى إلى أن تحول إلى واحد من كبار الزهاد. هذا العازف على الوتر تحول إلى زاهد من كبار الزهاد وإلى عالم من كبار العلماء. السيد البروجردي رحمة الله عليه، هذا المرجع المعروف تلميذ من تلاميذ هذا الرجل، ربى تلاميذ هذا الرجل، واحد منهم السيد البروجردي رحمة الله عليه، تلميذ من تلاميذه. هذه الحالة أنه لا يمكن، انقضى الوقت ما يصير، هذه كلها من إلقاءات الشيطان. الإنسان يصمم في هذه اللحظة، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الإنسان في هذه اللحظة، في ليالي الجمعة، في أيام الجمعة، في السحر، يصمم على أن يتوب. في كل ليلة في السحر، السحر يعني الثلث الأخير من الليل، قسم الليل ثلاثة أقسام، السحر الوقت اللي ننام به إحنا عادة، الله تعالى يقول وبالأسحار هم يستغفرون. يأتي هنالك ملك إلى السماء الدنيا من قبل الله تعالى ويقول هل من سائل فأعطيه؟ أكو واحد عنده حاجة خلي يطلب حاجتي. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ من السحر إلى أذان الفجر، ثم بعد ذلك يعرج إلى محله من ملكوت السماء. الإنسان ينتهز هذه الفرصة للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي